حارس فهد العنزي. كما نتابع تركي المطيري، تركي المطيري الذي ساهم مع فريق خالد الخرقاوي في الدور الأول. خالد الخرقاوي الفوز في الدور الأول. كرة منقولة، حارس المرمى فهد العنزي. خالد الخرقاوي الذي فاز على نظرات الجميل، وهنا الهدف الأول، الهدف الأول لتركي المطيري على فريق فان بيرسي. تركي المطيري يأتي بالهدف الأول لخالد الخرقاوي. خالد الخرقاوي لاحظ الإعادة، الدور الأول فاز على نظرة الجميل بالثلاثة مقابل واحد، ثلاثة مقابل واحد فاز في اللقاء الأول. هنا الآن خالد الخرقاوي يسجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة شوط المباراة الأول. خالد الخرقاوي هدف مقابل لا شيء، والبطاقة الصفراء على عبد الله العنزي. كرة منقولة، محاولة ولكن إلى خارج أرض الملعب. المتابعة كرة منقولة، هدف مقابل لا شيء لخالد الخرقاوي. فهد العنزي هدف مقابل لا شيء، حاول هنا التسديدة ولكن إلى حارس المرمى. كرة منقولة، فريق فان بيرسي المتأخر بهدف مقابل لا شيء لصالح الفريق خالد الخرقاوي، بعدما يعني جاء فريق خالد الخرقاوي بنتيجة بثلاثة مقابل واحد على نظرات الجميل في الدور الأول. إلى الآن الخرقاوي يسجل الهدف وسط الملعب. الآن كرة منقولة وسط الملعب، لكن في خطأ، خطأ على تركي المطيري صاحب الهدف الأول. وسط الملعب، المتابعة إلى خارج أرض الملعب. لفريق فان بيرسي هنا التسديد، وهدف التعادل، هدف التعادل لي أيضا اللاعب الشاب
لفان بيرسي فواز الشمري يسجل هدف التعادل. لاحظ الإعادة فواز الشمري يسجل هدف التعادل. كرة منقولة يا الله يا الله في القائم الأيسر، كاد أن يكون هدف الثاني لخالد الخرقاوي. واحد لكل من الفريقين، التعادل الإيجابي قائم. وسط الملعب إلى خارج أرضية الملعب، هذا اللاعب فواز الشمري. كرة منقولة محاولة وسط الملعب إلى الأمام، هدف لكل من الفريقين. للاعب أيمن الخرقاوي، هنا المحاولة والتسديد إلى خارج أرض الملعب. وقت الأصلي الآن، وقت الأصلي ينتهي 10 دقائق. هنا المتابعة، هنا يعلن الحكم بدر نزال عن نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين ما بين فان بيرسي وخالد الخرقاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا، انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، وهنا التسديد. يا الله يا الله على ضياع الهدف لفريق خالد الخرقاوي. خالد الخرقاوي كاد أن يكون الهدف الثاني، ولكن لم اصطدمت بالقائم الأيمن والأيسر. كما نتابع، هنا المتابعة، حارس المرمى
كرة منقولة. وسط الملعب. إلى الأمام. لكن إلى خارج أرض الملعب. محاولة ولكن إلى خارج أرض الملعب. هذه الوضعية. لاحظ الإعادة. اصطدمت بالقائم الأيسر والأيمن. حاول إلى الأمام. واحد لكل من الفريقين. واحد لكل من الفريقين. كرة منقولة. محاولة إلى الأمام ولكن إلى خارج أرض الملعب. التسديد التسديد إلى خارج أرض الملعب. محاولة تسديدة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. ضرب الركنية لفان بيرسي. حاول في الجهة اليسرى. هذه الوضعية تعادل الإيجابي. هدف لكل من الفريقين. خالد الخرقاوي. فان بيرسي. أجمل اللقاءات. أتم سبورت. يا الله يا الله على فان بيرسي. فان بيرسي يسجل الهدف الثاني لفان بيرسي على حساب خالد الخرقاوي. فان بيرسي فريق الشباب. فريق الشباب هدفين مقابل هدف. آخر 6 دقائق والتسديد إلى خارج أرض الملعب. التسديد إلى خارج أرض الملعب. محاولة إلى وسط الملعب. لفريق خالد الخرقاوي. حسين الغريب. كرة منقولة. حاول. أزال الحوار. يا الله يا الله على الخرقاوي. عبد الله العنزي يسجل هدف التعادل بعد 1.5 دقيقة يعني من هدف فان بيرسي. لاحظ المتابعة. 2-2. عبد الله العنزي. كرة منقولة. محاولة إلى الأمام ولكن إلى ضرب ركنية. صالح